السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا نتكلم على هذه السيدة اللي ماتت، الممرضة فاطمة الزهراء الله يرحمها ويوليها برحمة الله، والله يسكنها في فسيح الجنان، والله يغفر لها ولنا وللناس أجمعين يا رب العالمين، والله يصبر والديها وعزاؤنا واحد، لأنها بنت مغربية، بنتنا كاملين واختنا كاملين. هاد الناس اللي خرجوا دابا، شي تيقول خطيبها، شي تيقول العلم لله، لان العائلة ديالها ما طلعتش وقالت راه خاطبة. الا قالت حنا جا بغى يخطبها من عندنا وما بغيناش نعطيوها ليه. وانتم كتعرفوا كسائر الناس ملي كتكون شي بنت زويونة ومتربية ومتخلقة ودخل سوق راسها، كتلفت انتباه الجيران ولاد الجيران، وهاد ولاد الجيران اللي كيبقاو يتربصوا لهاد البنات، سواء من بنات الدرب او لا من غير بنات الدرب، وكيبقاو يتربصوا لهم، هما خارجين هما داخلين هما مشاو للمدرسة، كيتبعوهم كيخرجوا حدا الباب كيشوفوهم منين دايزين كيتبعوهم، ها هما غاديين موصلينهم خطوه خطوه للمدرسه، هما خارجين معاهم لشي بلاصه، هي مشات تسخر عند مول الحانوت، هي حتى كتكبر بهاد الحركات هادي اللي هي ما زويناش، وكتكون النيه ديال الشخص اللي هو الشاب اللي تيكون ولد الدرب المفروض يكون خوها، تتكون النيه ديالو موسخه. ومني كيزعم عليها الا عطاتو وقت وهضرات معاه على اساس كتعطيه وقت انه ولد الدرب، كيتعالى على صحابو كيقول لهم اجو تشوفوا راني كنهضر مع فلانه، وكونوا على يقين ان ممكن يتكلم معها يجرها حدا الناس او يدوز من حدا الناس او معها بدون قصد منها هي، انها كتعرفوا ولا شي حاجه او بينها وبينه شي حاجه، وغير يقول لها شي كلمه او سؤال او لا يبقى غادي وكيتكلم معها، كيرجع عند صحابو كيقول لهم فلانه انا من درت معها وقلت ليها وفعلت ليها وصنعت ليها، مع العلم ان داكشي كله ما كاينش. يعني هاد القنوات اللي تيخرجوا كيبقاو يقولوا شي حوايج ما كاينينش، والناس الوالدين ديال هاد السيده والعائله راها بعائلتها وبوالديها، والانسان يحط راسه في بلاصتهم وفي بلاصه المرحوم الله يرحمه، اللي كتستحق منا الحين غير الله يرحمها ويوليها برحمه الله ويغفر لها ويتبتها عن السؤال. ما كيراعيوش لهاد الوالدين اللي مجروحين، واش هما دابا يحلوا التليفون يسمعوا الناس اش كتقول، اللي كيشككوهم في راسهم انه شو هي الحقيقه، لان هي ماتت ودات معاها الحقيقه ديالها، اولا يتسناو حتى يخرجوا الناس بالتصاريح اللي هي العائله ديالها بالتصاريح اللي هي صحيحه. ممكن يكون خطبها شي نهار ومشى وبغى يتكلم وقالوا ليه لا وسيراتو هي وقالت لي صافي وحتى نشوف، او لا ممكن كاع يكون خطبها ماشي عيب وتشوفوا ما لايقش، راه ماشي غير اللي تخطبات راه خصها تجوج، راه فتره الخطوبه راه فتره امتحان ما بين الرجل والمراه، وما يعجبهاش تقول ليه بسلامه، ماشي الا قالت لي بسلامه كيفقد الرجوله ديالو ولا كيفقد يعني داك التباهي قدام الدراري، ويبدا اصحابو ويبدا يقول لهم حكا رانا كنت معاها ولا درت لها ولا فعلت لها، بحال بزاف ديال الناس اللي كنسمعهم كيخرجوا بتصاريح كاذبه. انا بصراحه ما بغيتش نخرج في نفس اليوم، قلت حتى نشوف اشنو اللي وقع وشنو اللي كيتقال. انا ما سمعت غير الناس المقربين ليها من العائلات ومن بنات خالاتها ولاد عمها من خالها من الناس اللي كيخدموا معاها من الجيران، تيقولوا هاد السيده الله يعمر ليها الدار، هاد السيده كدير الخير، هاد السيده فضلوها حتى على العائله ديالهم، السيده من الملامح ديالها كتبان واحد السيده طيوبه، واحد السيده معطاءه، غير على الكلام اللي قالوا الناس نسقنا على الملامح ديالها كتبان هاد السيده الكلام الحق عليها باين. ما نبقاوش فيما تطيح البقره، كنبداو كل واحد كيجر جنويه وكيجر مقدته، كل واحد باغي يفصل ويبدا يهز، والقضيه فيها الموت. واش السيد ما عنده قلب ما عنده رحمه؟ منين سمعها بغات تجوج وبغات تخطب وبغات تفرح براسها، ولو تكون كتبغي الحب من طرف واحد قاتل، الا سمعتيها بغات تجوج الله يسهل عليها. انا كنعرف اللي كيحب شي حد كيبغي ليه الخير، ماشي كيفني كاع من الدنيا وتيقول لي هو دابا سير ما بقيتي لا لهذا ولا ليا ولا لا. بزاف الناس اللي كانوا عاشوا قصه حب وجا ما بيناتهم حاجز
ومنعهم من الزواج، فرحوا ليهم وحضروا للزواج ديالهم، كل واحد مشى في طريق وشاءت الأقدار ورجعوا لبعضياتهم بعد ما تزوجوا ولدوا وليدات، ورجعوا وليداتهم تزوجوا مع بعضياتهم، أو هما صارت معهم حوادث، مثلا المرأة طلقات أو الرجل مثلا طلق وماتوا ليهم الأزواج ديالهم ورجعوا لبعضياتهم. يعني علاش الواحد كيبدا يقتل والروح كاينه غير بيد رب العالمين هو اللي كيقبضها؟ علاش انا ننتقم من الناس نقتلهم ولا نحيدهم من فوق الارض باش انا نعيش؟ اش من عيشه دابا بقات لك انت هي اللي مشيتي وذبحتي هاد البنت هادي من الودن لودن، وزدتي الغليل ديالك خشيتي فيها جنوي. كيخرجوا الناس يقولوا هضره اخرى، تيقول لك خشى ليها ما عرفتش شحال من طعنه، وخرج الموس من الكرش حتى الكرش، والناس كتقول السيد اللي شافو قال لك عنده موس صغير، يعني عارفه شنو غادي يدير بيه، يعني كان كيخطط، كنتمنوا العقوبه الكبيره اللي ممكن ما تكونش على وجه الارض، وتكون هذه العقوبه الاولى من نوعها في القضاء المغربي اللي غادي تجي على هاد السيد هذا اللي قتل هاد البنت اللي غصبها في شبابها واللي حرم والديها منها. بغاو يشوفوها، بغاو يبوسوها، بغاو يفرحوا معاها، بغاو يشدوا وليداتها، بغاو يكونوا مع هاد السيدة حتى لآخر يوم في عمرهم. ما كانوش كيتمنوا ان واحد النهار غادي يدفنوها وهما غادي يبقاو وراها. شحال من نهار كانوا كيشوفوها وتيقولوا ان شاء الله نبوسوا وليداتك ونعيشوا، يا من عيشنا حتى نكبروا وليداتك ونحضروا في عرسهم. ما تبقاوش تخرجوا بالكلام الخايب، لان السيده توفات، وهاد السيد الا كان كيبغيها غير بوحدو راه ما غاديش يرضى شي واحد يجي يديها ليه، والا كانت كتهضر معاه راه هو الجيران، والا كانت كدير الخير اكيد غادي تسيره، غادي تهضر معاه وغادي يقول لها راني كنبغيك، وغادي تضحك ليه في وجهه وغتقول ليه ان شاء الله الله يجيب لك اللي فيها الخير وهذا، لغايه ما غادي يعرف انها صافي غادي تزوج، غادي يحسب الكلام ديالها بحال كتطنز عليه، لا عطاها مليار لا حسب ليها، وهو كتقول له شمكار منين جاو الفلوس باش صرف على 15 مليون اللي هو قال بفمه للسيد اللي شدو. كنتمنوا تكونوا رحومين بالناس اللي بقاو فوق الارض، وراحوا مين بها هي مشات عند سيد ربي، هو اللي عارفها اشنو بها، وهي اللي عارفه السر ديالها عندها داتو معاه، وما تبقاوش تتحججوا وتعطيه واحد المبرر باش تخفف عليه العقوبه. وكنظن ما كايناش تخفيف العقوبه لانه تمسك متلبس. كنت نتمنى ان العقوبه ديال سيد ربي وديال العداله تكون عليه، وما تكونش على هاد الناس اللي تيخرجوا في القنوات باش يطلعوا المشاهدات باش يربحوا على ظهر ناس ماتوا وتغصبوا في حياتهم باش هما يربحوا الفلوس. شكرا على الاصغاء لهذا الموضوع، وكنتمنى توقفوا هذا الشيء.